اظبط ياض، تعالى جاي استنى، احسن ما تموت محروق. الجو ولع، اجيلك ضربه شمس هات دماغك. استنى بس كده زي الفل، مفيش حاجه. يلا الناس دي مستعجلة على ايه؟ زمامير زمامير، يلا بينا. يا فتاح يا عليم، يا رزاقك يا عليم. هو انت ليه كنت تتكلم على امي؟ تقول لي ارحمها. عشان امك راحت عند ربنا، واللي بيروح عند ربنا لازم ندعي له ربنا يرحمه. هو ربنا هيسمع كلامنا؟ اكيد هيسمع كلامنا. وبعدين امك كانت ست اصيله وتستاهل كل خير. هو انت وامي جبتوني ازاي؟ ايه اللي انا وامك جبناك ازاي؟ جبناك زي ما اي اب وام بيجيبوا عيل. جبناك لما اتجوزنا سهرنا وبقى جبناك من عند البقال يا حسن. ليه هو عيال ما كانش في جنس؟ لا لا جنس، في عيل يقول لابوه جنس؟ مين اللي قالك الكلام الوسخ ده؟ عم صلاح. يا ابني الجزمة يا صلاح. لا يا حبيبي، على ايامنا ما كانش فيه جنس. سليمه وزي الفل يا باشا. انزل يالا من العربيه. ليه يا باشا بس؟ ما الرخصه سليمه وزي الفل. بقول لك انزل اروح امك. تعالى كلم الباشا. خدامك يا باشا، الرخصه سليمه وزي الفل. الا مين اللي حرق رماله؟ وربنا ما احنا يا باشا، احنا ناس في حالنا وما لناش في اللبش ده خالص. وبعدين الحمد لله ادينا مبلولين، يعني احنا لو كنا رحنا روما يبقى احنا اللي كنا بنطفيها ساعات. تجري احنا يا باشا، ورانا اكل عيش. طب هراجع التاكسي وارجع لك على طول يا باشا. طب بلاش في الواد ونيجي نلعب براحتنا ونجيب رابع ونديها ترنيب للصبح. لا دمك خفيف يالا، فتشوا العربيه يا باشا. هو احنا لو بنتاجر في المخدرات كان ده بقى حالنا؟ والتجاره في العيال الصغيره ما تكسبش برضه؟ براحه على الواد، الواد مبلول. ايه لو سلمته ناشف هتنقص المقاولة؟ يا باشا ناشف ايه ومقاولة ايه؟ ده ابني. معاك بطاقته؟ بطاقته؟ هو في عيل معاه بطاقة سعادتك؟ ايه الإثبات على انه ابنك؟ انت يالا قول لي انا مين؟ انت هتفكر، انت هتودينا في داهية. انت كمان بتهدد الواد، تسجده قدامي؟ أغنى كده فهمت. بينا على الاسم يا باشا. ايوه عربي، انا في شغل. اسم اسمي على الصبح يا عم، انت ايه اللي وداك الاسم؟ عايز ايه يعني؟ معكش حاجه تثبت ان انت ابو الواد اللي بره ده يا باشا؟ والله ما ينفع البهدله دي، ما يغركش المنظر يعني. انا خريج معهد سياحه وفنادق، الزمن بس هو اللي مرمطني، مفيش حاجه يعني. تشرفنا يا اخويا. انت
ترزق بره على من دهلك. ربنا يخليك لينا يا باشا. ايه يا عربي خير يا اخويا؟ في ايه؟ جبت الشهاده؟ ايوه ايوه. اخلص. اتفضل يا باشا، شهاده ميلاد الواد حسن عربي السيد. الواد حسن وانا عربي السيد. وده مين ده؟ ده المحامي بتاعي يا باشا. ايوه يا معلم. يا معلم بتلكع ايه بس؟ ربنا يعلم انا كنت في ايه. خلاص يا معلم، خلاص يا معلم، انا جاي انا والتاكسي في الطريق اهو. ماشي، السلام عليكم. هما لما خدوه جوه وسابوله بره عملوا ايه فيك يابا؟ عملوا فيك ايه يابا؟ حد يقدر يعمل في ابوك حاجه يا حسن؟ انت مش فاهم، اصل الضابط الكبير لما عرف ان انا موجود في القسم قام بعت لي يعني عشان يشرب معايا شاي ويعتذر لي على اللي حصل يا حسن. محدش يقدر يعمل في ابوك حاجه يا حسن. في حاجه باينه؟ ارفع يقط القميص عشان ما يحمرش. هتقول للواد احسن. يلا يا حسن. رخص. نزل العربية. خليك انت هنا. صباح الفل لسيادتك، الرخص سليمة وزي الفل، والله لا حرقنا روما ولا بنتاجر في العيال، والعيال في العربية ده ابني وعنده 5 سنين، واحنا آسفين إن احنا ما عملنالوش بطاقة، بس احنا ماشيين في الإجراءات سيادتك. حريق روما إيه وعيال إيه؟ وفي عيل عنده 5 سنين بيطلع له بطاقه ضارب حاجه يالا؟ الله، هو سيادتك مش معاهم ولا ايه؟ انا جاي لنا بلاغ ان العربيه دي فيها هيروين. ايه؟ هيروين؟ اهي دي جديده يا باشا. طب بذمتك في حد هيهرب بودره في عربيه 504؟ ما تجيش. ولا شرفني، يمكن مهربه ببطن الواد اللي معاك. طب نجيب جراح منين دلوقتي يشق بطن الواد ويشوف فيها بودره ولا لا؟ لا يا حبيبي، احنا هنتعب شويه ونفتش العربيه حته حته. فتش العربيه. يا خبر اسود، مرمطه التاكسي عربي. ايه ده؟ ايه اللي عمله ده؟ خليتها سفنجة يا عربي، حرام عليك يا اكي. انت عارف المرة الكام دي يا عربي؟ عارف يا معلم. وعارف الوصل اللي حاسبني عليه الوصل الكام يا عربي؟ عارف يا معلم. لما انت عارف حد قالك ان انا فاتح حدكية او خلفتك ونسيتك؟ خلاص بقى يا معلم حنفي، ده انت كبرنا والبركة بتاعتنا. انتوا خليتوا فيها كبير. معلش عربي غلبان، اعتبره عيل من عيالك وغلط. الله، انا ما غلطتش يا صلاح. اتفضل يا سيدي، بوظ لي ام العربيه وكمان مش عاجبه. بص يا عربي، هما كلمتين: واحد، الفلوس اللي عندك تجيلي. اتنين، انت وحماك تخلصوا المشاكل بتاعتكم دي، مش عايز اسمع مشاكل تاني. لا كده راح اقطع عيشك. خلاص يا معلم حنفي، فلوسك عندي. ايه ده يا صلاح؟ معلش يا عربي، استنى بس. خلصين يا عم. ماشي 50، يخلص مشاكله وبعدين يجيني. اه معلم، بالنسبه للعربيه الجديده هتسلمها لي امتى؟ تستلم هنا انت جننت وامي. يا حسن ده انت راجل غريب قوي. قول من قدامي يا راجل غريب قوي. اتلنا على النبي ابو نوسة. اقعد يا معلم. روق بقى يا عربي. اوه، طب وغلاوه الواد حسن عندك؟ لا تروق وما تزعل نفسك. تزعلش نفسي ازاي بس يا صلاح؟ وبعدين انت ذنبك ايه تدفع فلوس؟ عيب عليك يا عربي، ما تقولش كده، ما تصغرناش يا اخي. هو احنا في بينا الكلام ده؟ وبعدين بصراحه كده الفلوس دي مش فلوسي، دي فلوسك انت. ازاي؟ في واحد جه امبارح عشان يديلك الظرف ده، فلما ما لقاكش اداهولي عشان اوصلهولك. ده مين ده بس اللي هيسيب لي فلوس؟ من طرف حماك جد دلوقت. خير يا منصور؟ ما رميتهمش في وشه ليه بس يا صلاح؟ يا عم انت في حد يرمي النعمه في وش حد يا عربي؟ والله العظيم يا رب. وبعدين انا عارف ان انت محتاج لكل مليم فيها يا عربي. يا عم انت مش فاهم حاجه. خير يا منصور عايز يكسر عيني، بيديني فلوس من ناحيه ومن ناحيه تانيه ياذيني في لقمتي واكل عيشي. تحرم عليا الفلوس دي انا وابني يا صلاح، والفلوس دي راجعه. فلوسك ما تلزمناش يا حاج. ده انت بارد قوي يا اخي. فلوس وبعتها لابن بنتي، ايش حشرك انت؟ وبعدين اذا كنت ببعت له حاجه عشان تعيشه لحد ما يجي يعيش معايا. لا، ما هو محدش هيصرف على حسن غيري. عايزني اسيبهولك عشان ترجعهولي جثه زي ما عملت في بنتي؟ بنتك ماتت موتة ربنا. انت هتكفر بالله ولا ايه يا حاج؟ وانت تعرف ربنا؟ انت لو تعرفه ما كنتش خدتها غصب عني، ما كنتش سبتها تموت قدام عينيك.
انت لو تعرف ربنا تجيبهولي يعيش معايا بدل ما هو عايش معاك متمرمط في الحواري مع الصيع والجرابيع اللي زيك. الصيع والجرابيع اللي زيك جرايا يا حاج خايل، تنسيت ان احنا من طينه واحده ولا ايه؟ ياكش بس هو ربنا فتحها عليك شويه. عارف يا حاج، رغم كل اللي عندك ده ربنا يزيدك. لو جيت فكرت هتلاقي ان من مصلحه حسن انه يقعد معايا. حسن دخل المدرسه يا حاج خيري، وبقى عايز حد بيعرف يقرا ويكتب عشان يذاكر للوقت. يا انت جيت لي على الجرح كده. أهلا، المفروض دلوقتي بقى ايدي تترعش واحط ايدي على قلبي واقول قلبي 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 بعد الكلام اللي انت قلته ده، مش كده؟ كلامك ده يأكد ان انت مرعوب من جواك. مرعوب حاج خيري؟ اخر مره اتحطينا في مقارنه مع بعض بنتك اللي من دمك اختارتني انا، هيجي ابني اللي من دمي اختارك انت؟ صعبه دي. امال انت جايلي لحد عندي ليه ما دام انت مطمن كده؟ انا لو منك اقعد في بيتي اشبع من ابني قبل المحكمه ما تحكم لي وما تشوفوش تاني. ماشي حاج خير، يبقى بينا المحكمه. سلام. ازيك يا ابو السيد؟ ازيك انت عربي؟ ها بشرني، مش هتدفع حاجه من عليك؟ هم بقوا كام دلوقتي؟ 320 جنيه عربي. طب يعني ما ينفعش نخليهم 350؟ عربي ما تزعلش مني، ده اكل عيشي، ما يغركش المنظر يعني، ده انا عليا ديون متلتله. انا فاهم يا سيد، ربنا يقدرنا ونرد اللي علينا. تشكر. بقول لك يا عربي، مسكت؟ في طفل يقول لابوت مسكت يا حسن؟ مش شاتك ممسوك النهارده؟ ايوه ده النهارده يا حبيبي، احمد ربنا الحاره كلها ممسوكه بقالها شهر ما شفناش منها نفر. وبعدين قول لي انت ايه اللي مسارك لحد دلوقتي؟ عشان جعان قوي، هناكل ايه؟ ناكل ايه؟ نسيت اجيب اكل. هناكل كفته. يلا بجد؟ تعال. اوبا وحشتني. انت جعان؟ اعمل لك سندوتشات كتير. طيب اعمل سندوتشات كتير. حاضر اخويا، حضر انت السفره قبل ما اجهز الاكل. ايه المزبله اللي احنا عايشين فيها دي يا جماعه؟ قوم افتح لعم صلاح. انت عارف تزيل هو عم صلاح؟ في حد غيره بيخبط علينا؟ يلا قوم افتح. ابو علي ايه ده؟ انا شايف ريحه كفته. كفته ابوك ده انا حافظها كويس قوي. مش ناوي تتجوز بقى يا عربي؟ اتجوز وانا عارف اكل راس لما اكل راسين. يا عم انت محسسني ان انت بتتكلم عن مواشي، ولعلمك بقى موضوع الجواز ده بالذات بيجي برزق. يا سلام، يبقى معاك حته في البيت كده يا عرب. ما انت عارف يعني ايه ست في البيت. بلاش عشانك انت يا اخي، خليها عشان الواد ابنك ده يلاقي حد يراعيه ويهتم بيه.
لما اعرف اذا كان قاعد معايا ولا جده هياخده. يوه يا عم، فال الله ولا فال. لعلمك بقى انا متفائل جدا وحاسس ان ان شاء الله ان شاء الله المحكمة هتحكم لك. يا عم فكها واضحك بقى، هو احنا اتخلقنا في الدنيا دي عشان نشقى وبس؟ لازم نضحك، ان شاء الله حتى نضحك على نفسنا. اضحك يا عم لحد ما يجي اليوم اللي نضحك فيه على اللي بيضحكوا علينا. صح؟ عارف يا صلاح ايه؟ رغم انك اوطى خلق الله بس انا ما اعرفش استغنى عنك. طب بالنسبه للكفته اللي مرميه جوه دي ظروفها ايه؟ خش لو كان الواتساب صباع. هو انا هسيبها في حالها؟ ديانا يا الكفته دي في البيت النهارده. حكمت المحكمه بضم الصغير حسن عربي محمد السيد إلى حضانة والده المدعى عليه عربي محمد السيد. ورحمة بنتي ما حسيبك يا عربي. بص دي بندقية عايزك تطلب على البومب. ها يلا ماشي. اهرب يا صلاح اهرب. سفر يا عم عارف، ما لحقتش افرح معاك بالوقت. هو احنا مهاجرين يا صلاح؟ هم ثلاث اربع ايام بس، الواد حسن يبلبط في البحر ونرجع. وبعدين بقول لك ايه، ما تعطلنيش بقى، عايز الحق احجز في الاتوبيس. اتوبيس؟ اتوبيس ايه يا عم عرب؟ عيب عليك، ما تصغرناش. اشيك عربيه في مصر تتفسح بيها انت وابني. يا ابن اللذينة اوعى تكون سارقها. سارقها ايه بس يا حاج عربي؟ دي عربيه الواد سايب كمتر الكهرباء، كان ليا عنده 350 جنيه، قلت اخدها منه اربع ايام وتبقى دي في دي. مش عارف اقول لك يا صلاح. ولا تقول حاجه يا اخويا، ده انا كان نفسي ما اسيبكمش بس غصب عني جالي سبوبه ومش عارف اجي معاك. احمد ربنا الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. بس على ايه؟ ان عندك سبوبه وانت مش جاي. يلا يا حاج كده برضه تبعات المفاتيح بتاع بالسلامة. خد بالك من نفسك. على مالك على العربية؟ لعلمك العربية دي موتورها شديد على جسمها. اه ماشي، هكلمك أول ما نتقلب يا صلاح. ربنا يستر عليك يا عم. على مالك، مع ألف سلامة يا حبيبي. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. حسبي يا ست. ده أنا عامل لك بروجرام كفاءة يا حسن. لا أنا قافش عليك. قافش عليك؟ ليه إن شاء الله؟ علشان النهاردة عيد ميلادي وأنت ما تجيبليش هدية. انا هديك اغلى حاجه يا حسن، الخاتم ده بتاع المرحوم امك الله يرحمها. حافظ عليه بعينيك لحد ما تديه لمراتك ان شاء الله. ماشي. كلام رجاله؟ كلام رجاله. امسك. ماشي يا سيدي. طب دي هديه امي، فين هديتك انت بقى؟ انت هتقلبني يا حسن؟ انت عايز ايه؟ قطه. قطه؟ في راجل عايز قطه؟ يا عم اقعد. انا عرفت انا هجيب لك ايه. ده تمساح حربايه. باي ما عندكش كلاب؟ كلاب؟ اها، في دوبرمان؟ يعني مفيش كلاب؟ لا يا فندم، الدوبرمان ده نوع من انواع كلاب.
هو الدبر ده حيوان اصلا؟ ايوه يا فندم، الدبر ده نوع من انواع الكلب. كلب. طيب وحتبوك بقى، عايزك تلف لي واحد دبر ابيض وواحد دبر اسود. يا فندم الدبر مفيش منه غير اسود بس. يا راجل ما بينزلكش منه ابيض خالص؟ ما بينزل لك؟ لا ما بينزليش حضرتك، ما بينزليش، هو اسود بس. الاقي ايه عندك ابيض؟ فران. فران؟ ها؟ فين؟ هنا في المحل. طب ما ترش يا اخويا، ايه القرف ده؟ نرش ايه؟ نرش وما بينزلكش. بص حضرتك احنا هنا في المحل بنبيع فران بيضه. ايوه انتوا بتبيعوا فران. معلش انا اول مره اجيلك، بس دوبر لاني هكشف عليه. تكشف؟ انت يلزمك ايه بالظبط حضرتك؟ انا يلزمني واحد دوبر تلفولي في جولان وجهول العربيه، بس دوبر على مزاجك. ها؟ لقيت لك الدوبر يا حسن. وريني الدوبر ده كده يا حسن. ده دوبر، دوبر اصلي. صباله بيفرفر كده، شكله مش هيكمل معانا 2 كيلو. خليك انت بس المكوى اللي انت فيها دي. مكوى؟ تصدق ان انت بتفهمش حاجه في العربيات، لان العربيه دي شايله مصر يا ابني. ده في منها تاكسي. الله 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 الله. هي بتعمل كده ليه يا سليمه؟ بس انا مش عارف ايه اللي حصل. خليك هنا. انزل. لقيت فيها العربية فيهاش موتور. السلام عليكم. وعليكم. نعم. النبي يا حاج، مفيش ميكانيكي قريب من هنا احسن عربية عطلة. روح وهيجي الصبح. سلام وقول من رب رحيم. طب ما نلاقيش عندك مكان نبات فيه لحد الصبح، لحسن الوقت تعبان قوي مش عارف اروح فين. هتدفع كام؟ هدفع كام؟ هدفع اللي انت عايزه يا عم. نهار اسود. تعال. يلا حسن اطلع. تعال حسن. ايوه يا صلاح، الله يحرقك. مديني عربية من ايام الفراعنة، عربية والعبانة والواد على الطريق. وقعدت تقول لي ده انت اللي يمشي وراك يا اخي. ما صدقت لقيت كافيتيريا بايت فيها للصبح انا والواد. تعالى يا حسن، هو ده اللي همك يا اخويا؟ الصبح ابعت اجيب ميكانيكي يصلحها. يا صلاح اقفل لما اشوف المتحف اللي انا داخل عليه ده. مع السلامه. يا عم الحاج، دي اوضه المساعد بتاعي الله يرحمه، حبته فيها للصبح. كان لازم يموت. اتفضل يا ابني، خش يا حسن. عارف حسن، اول ما نرجع من السفر عايز اجيب بيت جديد نعيش فيه سوا. بيت كبير؟ كبير قوي. في حمام، في ميه، سوا
سخنه؟ في حمام في ميه ساقعه وسخنه وبانيو كمان يا عم عشان تبلبط فيه براحتك للصبح. ايه رايك؟ حسن، حسن، الحمد لله على السلامة يا عربي. انت مين؟ دكتور ماجد المسؤول عن علاجك. دكتور ماجد؟ ازاي مكتوب على صدرك رضا؟ البلط بتاعي ضايع فاخدت بتاع دكتور رضا زميلي. ابني فين؟ انت عارف انت لو ما كتبتليش على خروج انا هقلب الدنيا فوق دماغ. اهدى يا عرب، العصبيه مش كويسه علشانك دلوقتي. انا هدي لك حقنه تهديك، انت حالتك مستقره، بس لما بطلتش عصبيه مش هتخرج من هنا. انت مين يا ابني؟ ما انا قلت لك دكتور ماجد المسؤول عن علاجك. يا عم قلت لي انا اول مره اشوفك دلوقتي. اول مره تشوفني؟ يعني انا ما قلتلكش ان انا دكتور ماجد المسؤول عن علاجك؟ ولا عمري شفتك ولا عمرك قلت لي حاجه. وبعدين ماجد ازاي؟ ما انت مكتوب على صدرك رضا اهو. في ايه يا اخوانا؟ ثواني. وفي
ازيك يا ابو الاعراب؟ يا عم خضتني. ايه يا ابو الاعراب دي واحنا متربيين سوا؟ انت مين اصلا؟ يا نهار ازرق. بص يا عربي، المرض اللي عندك ده مرض اسمه الاضطراب الانشقاقي، وده بيجي نتيجة لعاملين، عامل نفسي وعامل عضوي. العامل النفسي نتج عن صدمة فقدانك لابنك، والعامل العضوي نتج عن إصابة قوية جدا في دماغك، بالتحديد في الفص الأيمن اللي احنا بنسميه التيمبر لوب. الصلاة على النبي، برنسيسة بتعالجك يا معلم. يا عم اخرس. بص يا دكتورة، أنا مش فاهم أي حاجة من اللي أنت قلتيه ده، أنا بس عايز أعرف حاجة واحدة، الانزلاق اللي جالي ده الاضطراب الانشقاقي. ايوه الانشقاقي ده ليه علاج ولا هموت بيه زي الايدز؟ طبعا يا عربي له علاج، بس هنمشي على علاج طويل المدى وهنحدد جلسات لحد لما. لا لحد ايه؟ دي جايه على بيات. ده انا لحد ما افتكر يكون ابن الدبح. بس بس بس، في ايه يا عم عربي؟ انت بتشتغلنا ولا ايه؟ انا صلاح. ما انت فاكر ان ابنك اتخطف اهو. لانه فاكر كل اللي حصل قبل الحادثه، لكن اللي حصل بعد الحادثه هو نسيه. ممكن تسكت بقى؟ يعني انا فقدت الذاكره؟ مش فقدان ذاكره، ببساطه كده يا عربي انت ذاكرتك بقت عامله زي ذاكره السمك. زي ذاكره السمك ازاي يعني؟ يعني انا بقيت بلطي؟ من صفات السمك ان ذاكرته مدتها 5 ثواني وبس، يعني 5 ثواني وينسى كل اللي حصل ويبدا ذاكره جديده. يعني انا بنسى كل 5 ثواني؟ انت حالتك مختلفه شويه، يعني طول ما الحاجه قدام عينيك انت فاكرها، لو راحت ورجعت بتنساها، يعني بتنسى مع كل فاصل يا عربي. بتنسى مع كل فاصل يا عربي، كلام واضح. يا لهوي اسود على اللي جرالي، انا بقيت مسخه صلاح. مالك خالص؟ ارتحت يا عربي؟ خدت الواد وضيعته وديني محاسيبك. المحكمه اللي حكمت لك بالواد هي اللي هتحبسك. صلي على النبي يا حاج، صلي على النبي، الراجل خارج من حادثه، انا مش وقت الكلام ده. ما بقاش خيري منصور، ان شفت يوم عيد في حياتك بعد كده يا عربي الكلب. اوعى. معلش، اهدى يا عربي وهدي نفسك، ابنك هيرجع لك بالسلامه ان شاء الله. ضيعت ابني يا صلاح، ضيعت ابني. يا ريتني سبته يا اخي يروح لجده، يا ريتني سبته. طيب يا عربي يا اخويا، ما ينفعش تعمل في نفسك كده. اقول لجده ايه لما اشوفه؟ اقول لجده ايه بس؟ نعم، اكيد هيشمت فيا ويقعد يعايرني اللي ما عرفتش احافظ على الواد بعد ما المحكمه حكمت لي. طبعا عربي يا عربي، جد الواد جه وقال لك كل الكلام اللي انت قلقان منه يا عم عربي. نعم يا ابني، لسه جد الواد هنا كان معانا دلوقتي وزعق لك وقال لك كل الكلام اللي انت قلقان منه ده. يعني انا خدت الطريحه خلاص؟ الحمد لله. هات الكيس ويلا بينا صلاح. يلا بينا. ما كانش يومك يا اخويا. دماغ يا صلاح. سلامتك يا حبيبي. نفوخ يا صلاح. معلش يا حبيبي، اقعد يا اخويا. يا ريتك مت قبل ما تشوف اليوم اللي تبقى فيه كده يا عربي يا اخويا. يا ريتك تقتص من سواق مقطوره سكران ما يعرفوا اللي موك من حته. ملف السعد يا صلاح. معلش يا عربي يا اخويا، ما تاخذنيش مش دارب نفسي من قلبي يعني وقلبي وكلنا عليك. بص يا عربي، ركز معايا شويه يا اخويا. ها؟ ده حمامك وصابونك وفوتك وبشاكيرك وحلاقتك ومكنك، ماشي؟ ماشي. وده مطبخك وحلالك وسكاكينك وبصلك وتوابلك وكفتتك وعيشتك كلها، والناحيه ده اوضه نومي وشبشبي وكوفرتتي والحافي، واتغطى لما اتبرد. خلاص يا صلاح هتعرفني على بيتي؟ انا فاكر كل حاجه كويس. صحيح، انت فاكر كل حاجه قبل الحادثه ومش هتفتكر حاجه بعد الحادثه، الدكتوره قالت كده. الدكتوره؟ دكتوره مين يا صلاح؟ دكتورة بطون اللي قابلناها واديتك الكارت بتاعها في جيبك. بطون الجمل؟ ايوه. انت عارف انا اللي حاسس في نفسيتها صلاح. ان انا ناسي كل حاجه وفاكرك انت بالذات. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا مش عايز بقى اسيح في الحته على اللي جرالي عشان صوره العرب. في ايه يا عم حرب؟ الكلام اللي انت بتقوله ده يا عرب؟ ما سخرناش يا اخي. ايه يا عرب الكلام ده يا عرب؟ معقوله كده يا عربي؟ استغفر الله العظيم يا رب. الو عم شحاته، ازيك يا عم شحاته؟ طبعا فاكرك. قالوا لك ان مخي اتفرمط. مين اللي قالك يا عم شحاته؟ صلاح. كده برضه يا صلاح،
تجيش تاخد اخوك اول يوم وخارج من المستشفى. ايه اللي حصل في الدنيا يا رجاله؟ يا رب يا رب استرها معايا يا رب، انا واحد مش فاكر اي حاجه خالص. مين اللي بيخبط على الصبح ده بس؟ حمد لله بالسلامه يا عربي. ازيك يا عم دالي وازي سعديه مراتك؟ اللي من حقها ولدت ولا لسه؟ لسه ادينا مستنظرين الفرج. كنت عايز والنبي منك الايجار لحسن الحاله ضنك قوي. خد ماشي حالك بال 50 جنيه دول. ماشي ماشي يا عربي. سلام يا عم دالي. مع السلامه. سلام يا عم دالي. سلام. ده مين اللي بيخبط علينا الصبح كده؟ الحمد لله بالسلامة يا عربي. الله يسلمك يا عم دالي، ازيك وازي سعدية مراتك؟ اللي بالحق هي ولدت ولا لسه؟ لسه مستنظرين الفرج. كنت عايز منك الإيجار والنبي لحسن الحالة ضنك قوي. ماشي حالك بال 50 جنيه دول. ماشي يا عرب. السلام يا عم دالي. الله يسلمك. الو. ايوه عربي. مين؟ ما تسالش كتير، احب اطمنك ان حسن ابنك معانا. عارفين لو عملتوا حاجه في الواد ده انا اهدى يا عربي، ابنك كويس، هتنفذ اللي هنقولك عليه، هنرجعه لك وفي بوسه. استنى مننا مكالمه خلال اليومين الجايين دول فيها كل التعليمات. الو. الو. ايوه عربي. مين؟ انا الرائد لبيب اللي بحقق في قضيه خطف ابنك. بص لي من البلكونه، انا واقفك تحت اهو. انا اهو انا اهو يا عربي. ازيك يا باشا؟ معلش بقى الصراحه انا مش فاكرك خالص. انت هتفتكرني ازاي يا عربي؟ انت اول مره تشوفني اصلا. مهم، قول لي في اي حاجه جديده حصلت؟ حد كلمك اتصل بيك بتاع؟ ولا حد عبرني، لا باب خبط ولا جرس تليفون رن. اه طب انزل لي يا عربي. انزل، انا واقف مستنيك، هنروح مشوار سوا مع بعضينا. حمامه يا باشا، حمامه. انت مين اللي جاي على الصبح ده؟ الحمد لله بالسلامه يا عربي. الله يسلمك يا عم دالي، ازيك وازي سعديه مراتك؟ اللي بالحق هي ولدت ولا لسه؟ لسه ادينا مستنيين الفرج. كنت عايز والنبي منك الايجار لحسن الحاله ضنك قوي. والله عندك حق، انا تقلت عليك خالص. معلش بقى يا عم دالي، اخر 50 جنيه معايا، استحملني شويه. ماشي ماشي يا عرب. سلام يا عم دال. الله يسلمك. الله يبارك لك. سلام يا عم دال. ايه الزهق ده؟ نشوف الواد صلاح فين. عربي عربي عربي. مين يا باشا؟ عربي مين؟ حد بالاسم ده؟ انا كنت بكلمك في التليفون. ادوه. والله العظيم ما عملت حاجة يا باشا، والله ما عملت حاجة. ايه يا عربي الفيلم الهندي اللي انت عملته ده لازمته ايه كل ده؟ ما عملتش حاجة. ما انا عارف يا ابني انك ما عملتش حاجة. تعالى يلا اركب. يلا فين؟ يلا بس. انا عايز اعرف انت جايبني هنا ليه؟ ايه يا عربي؟
المكان ده ما بيفكركش بحاجة؟ طبعا بيفكرني، ده مكان الحادثة. جميل، عايزك بقى تمثل لي ايه اللي حصل يوم الحادثة بالظبط. امثل لك؟ انت جايبني المشوار ده كله عشان نمثل؟ ولا بقول لك ايه، لو عايز ابنك يرجع لك يبقى تعمل اللي بقول لك عليه بالظبط. امسك. استنى. ولع. تشكر يا ذوق. مين سيادتك؟ أنا الرائد لبيب. أيوة، مين الرائد لبيب؟ باشا أنا ابني مخطوف والنبي ومش ناقص. ما أنا بقى الرائد لبيب اللي بيحقق في قضية خطف ابنك. أنا مين؟ الرائد لبيب اللي بيعمل إيه؟ تمام. بيحقق في قضية خطف ابنك. تمام. ها؟ تمام يا باشا تمام. يبقى تملي فكرني بس، أنت بتوه مني. اتفضل قول لي إيه اللي حصل في الحادثة بالظبط. حاضر. بص يا باشا، خليك في إيدي عشان ما تتوهش مني. هما دخلوا من هنا سيادتك. سعيد، فين أقرب محطة غاز طبيعي هنا؟ أقرب واحدة يا باشا بعد 20 كيلو من هنا. يعني أي عربية غاز معدية من هنا لازم تمم المحطة دي. ولو معدية من هنا؟ ها؟ أقرب واحدة من هنا 300 كيلو يا باشا. طيب لمي لي كل اللي في استراحة هنا والمحطة وهاتوني على مكتبي. حاضر يا فندم. يلا. الله خير يا صاحبي. يا باشا انا فاكر شكل العربيه دي قوي، اصل العيال اللي كانوا فيها لا مؤاخذه يعني كان شكلهم لبط. حتى انا شديت مع الواد اللي كان سايق لانه كان مولع سيجاره وما رضيش يطفيها. كانوا كام واحد العيال دي؟ كانوا يا باشا ثلاثه، اتنين في الكابينه وواحد نايم ورا، والواد اللي كان جنب السواق لا مؤاخذه يعني نزل يفك ميه ورجع تاني. طب انا هحتاجك توصف لي اشكال العيال دي بالظبط. حاضر يا باشا. هو انا على حسب ما افتكر يا باشا اللي كان سايق كان ابيضاني وبدقن، اللي كان جنبه بقى كان ضخم قوي. يعني انت يا حاج مش فاكر اوصاف العيال دي؟ الصراحه يا باشا انا مش فاكر حاجه، اصل الدنيا كانت عتمه وانا لا مؤاخذه نظري على قدي. قول لي بقى يا ابو صلاح، عربي اخر مره كلمك فيها كانت امتى يا باشا؟ انا مش فاهم السيم والجيم ده كله على ايه. هو احنا لا مؤاخذه يعني متهمين بحاجه؟ انجز يا صلاح ورد على الاسئله. الله، ده انت كنت عايز تساعد صاحبك وتبعد عنه التهمه. تهمه يا باشا؟ خيري منصور متهمك بان انت اللي خاطف الواد. طب وانا هعمل كده ليه؟ المحكمه حكمت لي وابني كان في حضني، الواجب بقى ان انا اللي اتهمه يا باشا. الله، طب ما انت فاكر كل حاجه. هو عرب يا باشا الراجل اللي قاعد قدامك ده عيان، فاكر كل حاجه قبل الحادثه، انما بعد الحادثه بعيد عنك مخه باظ. يا فندم عربي كلامه منطقي جدا، كسب قضيه حضانه ابنه من جده خيري منصور، فمين بقى من مصلحته ان يثبت ان عربي غير قادر على حمايه ابنه؟ ايوه يا دكتوره، بس اصله بصراحه موضوع النسيان ده مش داخل دماغي. هو فعلا مرض نادر، يعني حضرتك مش طول ما انت ماشي هتقابل ناس كتير كده. دكتوره عاوزين حضرتك في الاستقبال جوه. حاضر، عن اذنك. ايوه طبعا فاكر يا اخويا، اتوبيس كان بيودي فين؟ خلاص يا صلاح بقى الاتوبيس زمانه جاي. سلام يا صلاح. يا
يعني ايه رمونا في الشارع؟ ناكل منين احنا وعيالنا بس؟ ما هو ده يا سيدي اللي خدناه من خصخصه. بس وديني والماني ما هنسابه، واحنا وراهم وراهم. والاخ مش معانا برضه؟ معاكوا فين؟ في اللي احنا بنقوله ده. مش فاكر الحقيقه، بس لو انتوا فاكرين ان انا معاكوا يبقى انا معاكوا. هو انت مش معانا من اول الطريق؟ خلاص يبقى انا معاكوا. يلا رجاله يلا وصلنا، كل يقوم يلا يا اخوانا يلا. هو انت مش معانا؟ هو انا قلت لك ان هي نازل معاكم؟ ايوه. خلاص يبقى نازل معاكم. يلا يا رجاله يلا. هو انت مش هتقلع هدومك زينا؟ وانا قلت لك ان انا هقلع معاكم. وانت كل حاجه تسعد. انا اصلي مش فاكر، بس انا لو قلت لك ان انا معاكم انا معاكم. ايوه انت معانا من الاول. هقلع معاكم. اقلع يا راجل. هقلع يا رجاله. هتقدر تفهمني واقف في المظاهره بتعمل ايه؟ والله يا باشا انا معرفش حاجه غير ان انا بدور على ابني. جايز حد قال لي هلاقيه هناك؟ جايز. لو النبي وقلع لي هدومك وكتب لي على صدرك الحقنا يا ريس. طب خد ودي. طب ده ومريض نفسي. انت بقى قلع هدومك ومهزق نفسك كده ليه يا باشا؟ انا مصري. مش بقولك مصري ولا ما تجننيش يلا وقول لي كنت بتعمل ايه في المظاهره باشا. ما انا قلت لسيادتك والله ما فاكر اي حاجه حصلت. عربي اوعى تكون فاكر امور الاستعباط والشقلبه دي هتخلي عليا. انت قول لي كنت بتعمل ايه هناك بدل ما وحيات امي. وحيات امي هضربك بالجزمه يا باشا. كفايه يا باشا، انا مش غاوي اتهزق واقف قلع في الشارع. انا كل هم رجع ابني اللي انتم مش عارفين ترجعه لي. فبدل ما تضربني بالجزمه ساعدني علي. هاي يا عرب، عرفت انا مين؟ يعني احنا دلوقتي المفروض في جلسه علاج. ها بص يا عرب، الحاله اللي انت فيها دي العلاج النفسي اهم بكتير من العلاج بالادويه اللي هنلجا له في مرحله بعد كده. بص يا باشمهندسه، انا اللي اعرفه عن الدكتور النفساني انه بينايم العيان لما اخذ على السرير يسمعه مزيكا هاديه كده ويقعد طول الليل يضرب في ركبته بالشاكوش. احنا شويه شويه هنقوم نرقص ومش بعيد نقرا فاتحه. مش مرتاح لك يا عربي؟ ما هو في كده وفي كده. وبعدين انا عايز افهم بقى، انت كنت في المظاهره بتعمل ايه؟ والله العظيم ما اعرف ان في مظاهره قامت في البلد اساسا. انا مش عارف انا عايش ازاي. ده انتوا بتحكوا لي اللي حصل. المشكله ان انا بصدقكم. انا ما عنديش حل تاني غير ان انا اصدقكم. لا مش كده وبس، المصيبه ان انتوا بتعرفوني بيكم كل مره اقابلكم فيها، وانا واثق فيكم واقعد احكي لكم كل حاجه عن حياتي زي ما احنا قاعدين دلوقتي. مش جايز تكون دي اشتغاله؟ والله ما انا فاهم حاجه. وانت ايه اللي جبرك يا عربي؟ انا عندي حل تاني ما عملتوش. اكتب يا عربي، اكتب كل حاجه عشان ما يحصلكش زي ما حصل يوم المظاهره. طب انا ممكن اساسا انسى ان انا كاتب. صح، اكتب على حاجه انت شايفها طول الوقت. انا خدت بالي ان انت بتشرب سجاير كتير. حريقه حريقه. خلاص اكتب على علبه السجاير بحكم ان انت شايفها طول الوقت. اكتب على ورقه، على ايدك، على رجلك. علم كل واحد فينا بحاجه او عرفنا من رنات تليفونك لما نتصل بيك. انت فيكي حاجه بس انا برضو مش مرتاح لك. عارف حسن؟ أول ما نرجع من السفر عايز أجيب بيت جديد نعيش فيه سوا. بيت جديد؟ كبير أوي. في حمام، في مية ساقعة وسخنة. في حمام، في مية ساقعة وسخنة. وبانيو كمان يا عم عشان تبلبط فيه براحتك. بس الحمد لله على السلامة يا عربي. اهلا اهلا، ازيك يا عم دالي؟ وازيك يا سعدية مراتك؟ طبعا لسه ما ولدتش، مستنزرة الفارق بقالها 3 سنين. اكيد حامل في حاجة احنا ما نعرفهاش. وانت يا عيني مستني الايجار عشان الحالة ضنك. تعال تعال هديك ايجار السنة كله. تعال يا راجل يا طيب. حبيبي عم دالي. ادي الايجار وادي شهر نوفمبر وادي اكتوبر. تعال خد الايجار كل يوم. تبقى سلم لك على سعديه مراتك ان شاء الله. سعديه هجيب توأم.
بتاع مين الشبشب ده؟ الو، ازيك يا عربي؟ مين معايا؟ ما تسالش وركز معايا، انت مش مستني مكالمه من حد ولا ايه؟ لا مش فاكر، يعني لو في بينا سابق معرفه يا ريت تقول لي انت مين. قلت لك ما تسالش كتير، اسمع اللي هقول لك عليه وانت ساكت. احنا عايزين نص مليون جنيه في خلال 6 ايام ونرجع لك الواد، ولو ما حصلش ما تتعبش نفسك، وبقرا الفاتحه على حسب. يا عربي، نص مليون جنيه منين؟ دي مش مشكلتي، اتصرف وهبكلمك تاني. طب معلش، واحده واحده عليا بس عشان ما توهش منك. ما تقلقش يا قاضي عربي، شغل الخطف والفديه دوت عدى علينا كتير حفظناه، بس هو عاوز تكنيك معين كده في التعامل. خلاص بقى، خدنا عليه يا عم عربي. طب والتكنيك ده يا باشا ما فيهوش ضرر على الواد؟ لا ما فيهوش ضرر على الواد. سيبك انت، قولي، حلوه فكره الكتابه اللي على ايدك دي، دي فكرتك؟ مش فاكر الصراحه، بس 500 الف جنيه ده رقم كبير قوي يا باشا، الحكومه هتجيبه منين؟ مش عارف. لا حلو. ده انت طيب قوي يا عربي. يا مؤمن، ده انا شغال بقالي 5 شهور ما قبضتش مرتبي. ده نص مليون جنيه، هجيب منين المبلغ ده بس؟ ممكن اسالك سؤال محرج؟ محرج؟ حضرتك مين عاوز ايه بالظبط؟ عربي بيتهن بخطف الواد، طب ليه جايبني وجايبه يا سياده الرائد؟ ملوش لازمه الكلام ده يا خيري بيه، احنا جايين نشوف موضوع المكالمه اللي جات لك، والمكالمه اللي جات لعربي. يعني ايه الكلام ده؟ منين واحد يتصل بيك ويطلب منك فديه نص مليون، وفي نفس الوقت واحد يكلمني يطلب مني مليون؟ الله، ده في حاجه مريبه بتحصل. وبعدين يطلب مني ان ادي الفلوس لعربي بالذات يوصلها. انا حاسس ان الواد ده ورا كل اللي بيحصل ده. انا برضو. ها، طب انا المحكمه حكمت لي وابني كان في حضني، دوره البيع اللي خسر القضيه يا باشا، وانا هعمل كده ليه؟ انا اقول لك لعبه صغيره، الواد يتخطف، الشبهه تبقى عليا، تكلمني انت واللي متفق معاهم وتساوموني، تلهفوا لكم قرشين وتبقى جبرت. بص يا سياده الرائد، انا هقول لك الكلام اللي يحبل، اللي يجيب عيال انا هدفع الفلوس، وخلي عربي بقى هو اللي يوصلها، بس هتعرف في الاخر ان انا اللي على حق. العصابه هتكلم خيري منصور وتحدد ميعاد ومكان التسليم، هجيب الفلوس من خيري واديها لك توديها لهم، ولما العصابه يكلموك على التليفون تنفذ كل اللي يطلبوه منك، وانا هبقى وراك خطوه بخطوه. ما تقلقش يا عربي، احنا عاملين حسابنا كويس، مش هتغيب عن عيني لحظه. واكتب الكلام اللي قلته لك دوت على ايدك عشان ما تنساهوش. الو، اسمع اللي هقول لك عليه. ايه؟ رد حالا في المدرج اللي جنبك. كمل جري يا عربي من غير ما تبص وراك، هتلاقي سلالم على شمالك انزل فيها وكمل جري يا عربي لغاية ما تلاقي بوابة الاستاد، اخرج منها، في عربية بطيخة هتعدي قدامك حالا، نط فيها يا عربي. الو، هات في الموبايل اللي معاك وهتلاقي موبايل تاني جنبك. ايوه، العربيه هتقف دلوقتي، انزل منها وامشي على القديم. دلوقتي انزل شمالك في الغيط وخليك ماشي. اقف يا عربي.
يعني ايه مش فاكر يا ده انت؟ مش فاكر يعني مش فاكر يا باشا، مش فاكر. اهو الفلوس طلعت ورق. سيادتك كنت بتجازب بحياتي وحياة ابني عشان تحافظ للبيع على فلوسه. حاسب على كلامك يا ده انت وافهم، انا كنت عامل حسابي كويس قوي ان احنا نفضل وراهم لحد ما تقابلهم، لكن حصلت ظروف وتهت مني. صدقتني بقى يا سعادة الباشا، الواد ده بيلعب بينا كلنا، بيلعب بينا كلنا. هي لو كانت عصابة بجد وراح لها بفلوس ورق كانت سابته عايش لحد دلوقتي. المرة اللي فاتت المحكمة جابت لي حقي منك، لكن عليا الحرام من ديني. المرة دي مش هستنى بقى حد يجيب لي حقي، هاخده بدراعي. عربي تقدر تتفضل انت يا خاربين. ولا اسمعني كويس يا ده انت، انا مستحملك كل ده عشان عارف اللي انت فيه، وعارف كويس قوي يعني ايه اب ابنه مخطوف، لكن لحد كده وكفايه، دورك انتهى، تقدر تقعد في بيتكو وتستريح وتسيبنا بقى نشوف شغلنا ده لو عايز ابنك يرجع لك. وانا بحذرك يا عربي، اي محاوله تدخل تاني منك هحبسك. امسك اكتب الكلام اللي انا قلته لك ده دلوقتي عشان لو نسيته، وحياة أمي عربي، وحياة أمي ما هرحمك. أيوة يا ابني، أنا عايز أعرف كارت المينات اللي كانوا بيتكلموا منه ده اتباع فين؟ بهدلت انت معانا اليومين اللي فاتوا دول، ها؟ انا كمان اتبهدلت، بس مش اليومين اللي فاتوا بقى، من زمان قوي. وليه اخر واحد فينا عامل زي النمل؟ اول ما يخرج من الجحر بتاعه بيتهرس بالجزم. انا كنت خارج اجيب اكل عيش، وانا كنت خارج اتفسح. هي العينه اللي زينا ليها فسحه اساسا. عارف قالوا لي الشهاده والوظيفه قيمه، درست سياحه وفنادق، وفجاه لقيت نفسي شغال على تاكس. قلت الحمد لله في دكاتره ومهندسين مش لاقينا. اتجوزت اللي تصوني، ابوها ما سابنيش في حالي لحد ما ربك خدها وريحها، برضه قلت الحمد لله. ما هي اصلها سابت العيل زي الفل، والله العظيم زي الفل. ولما اتنصفت لاول مره من ساعه ما اتولدت والمحكمه حكمت لي، كانت غلطتي ان انا خدت ابني وخرجت. بس المرة دي بقى يا عم مش عشان ناكل، عشان نتفسح أو تاخد مني. أنا أستاهل، أنا اللي أستاهل برضو. إزاي آخر نسمي أنا نملة وإني آخري إن أخرج أجيب له أكل؟ ده إن أمكن، وأي حاجة تانية مش مسموح بيها. صباح الخير يا معلم. أنا الدكتورة بتقول اللي بعالجك يا عربي. ألو. اللي بتقوله ده كلام مش عمل يا عربي، أنت لازم تركز في علاجك وتسيب البوليس يشوف شغله، وهو اللي هيلاقي لك ابنك. لو خايف علينا ساعدني ألاقي ابنك. حاضر يا عربي، أنا أصلاً جاية النهاردة علشان أساعدك. عارف إحنا رايحين فين دلوقتي؟
فين؟ البيت عندي. فين يا اختي؟ ودي اول مره بقى ان شاء الله ولا ماشيين في الحرام بقالنا كتير؟ ايه يا عربي بس ماشيين في الحرام واول مره. عارف كارت ميناتيل اللي الولد اللي خطف ابنك كلمك منه؟ اه عندي كارت ميناتيل. ماما بقى طلع ليها واحده صاحبتها شغاله في ميناتيل. تعالى يا عربي اتفضل. عربي قدام اهلي انت كويس ما فيكش حاجه عشان بس ما يعدوش متنشنين ماشي؟ يلا ادخل تعالى ورينا لعبك. تعالى يا بتول شوف ابوك وهو بتروق. مساء الخير. عربي يا بابا زميلي في المستشفى. اهلا مساء الخير. اهلا مساء الخير يا عربي. خالو عمرو يا عربي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. ما تيجي تلعب معانا طاوله؟ مساء الخير. اهلا مساء الخير. مساء الخير. انا اسف ما لحقتش اسلم. تعالى عايزاك تعالى. طب خد دي بقى يا سيدي. اقعد بقى على ما ادخل اتكلم مع ماما على ما انت تشرب القهوه مع بابا. اشرب القهوه مع بابا ايه؟ هو انا جاي اتقدم؟ احنا حبينا بعض وانا ناسي؟ يا عربي يا عربي حبينا بعض ايه؟ بقول لك تشرب القهوه عادي يعني. بص يا عربي انا الدكتوره بتول اللي بعالجك. ده بابا ودخله. ده بابا ودخله. ده بابا ودخله. اوعى تنسى. ازيك يا بابا؟ ازيك يا خالو؟ ازيك يا عربي؟ وانت بتشتغل ايه بقى مع بنتي؟ مع مين؟ مع بنتي. هو بنت حضرتك بتشتغل ايه بالظبط؟ بنتي الدكتوره بتول. الدكتوره بتول؟ الدكتوره بتول. يبقى انا كمان حضرتك بشتغل دكتور. اه وتشتغل دكتور في ايه بقى؟ دكتور بتول. احنا كنا دفعه واحده وقسم واحد حضرتك ما تعرفش. يدوش خسرت يا ابو حنفي. ماشي يا عم ماشي. على فين؟ لا كفايه عليك كده النهارده. عربي تعالى لعبه. يلا بالسلامه. تعالى عربي. السلام عليكم. قول لي يا عربي انت متجوز؟ كنت. مالك زعلان قوي كده ليه؟ ده اوحش حاجه في الدنيا الجواز. بس عارف احلى حاجه في الجواز ايه؟ ايه؟ بتول. ايه؟ بتول. ايه هو اللي بتول ده؟ مش فاهم. ده انت لذيذ قوي. والله مفيش بعد كده. عندك عيال؟ عندي ولد اسمه حسن. ربنا يخليهم لك يا رب. الله يحفظك. ايه ده ايه ده ايه ده يا ولد يا واد يا ابن ادي عيب السكن في طول الارضي. انا جاي لك انت وهو. امشي اجري يا ولد. يا ساتر يا ساتر. حرامي يا اصحاب البيت حرامي. فضحني فضحني وخلاني في نص هدومي ما كنتش عارفه اقول لهم ايه. ما خلاص بقى. بطول. مين؟ الدكتوره بطول الجمل. بطول الجمل دي مرميه عندي في كل حته على الحيطه. الو. ايوه يا طنط. بجد؟ بطول. طب ثانيه واحده لو سمحتي. قولي يا طنط. تمام ميرسي يا طنط ربنا يخليكي. ميرسي باي باي. جابوا السيريال نمبر بتاع الكارت وكلموا الديستريبيوشن وعرفوا الكارت بيتباع فين. يا لهوي على الانجليزي. هي اللي خطفت الواد عصابه انجليزيه ولا ايه يا عم؟ انت بتهزر يا صلاح في المصيبه اللي احنا فيها دي. كارت ايه يا ست؟ الكارت اللي كلموك منه عشان يطلبوا فديه. الكارت اتباع في قهوه اسمها حدوته. القهوه دي في القلعه. اكيد لو رحت هناك هتلاقي خيط يوصلك لحسن يا عرب. اكتب يا عرب الكلام ده عشان ما تنساهوش. لا هو النبي حاج. ايه ده؟ القهوة. مين اللي طلب قهوة؟ مش وانا واقف هناك قلت لي هات لي قهوة. جايز جايز اكون قلت لك. بقول لك ايه؟ مين الواد اللي قاعد هناك ده؟ انا واحد فيهم. ايدك انت هتسيح. الواد اللي لابس جاكيت كله بادجات.
لا ده مش فاكره. طب خد دي تفكرك. تصدق انا كده افتكرت اسمه حماده ربيع. حماده ايه؟ حماده ربيع. ربيع اه. ومين العل ادم عادي؟ لا دول مش فاكرهم. واطي خد دي يمكن تفكرك. انطق. مش فاكرهم بجد مش فاكرهم. قلت لي اسمه ايه؟ حماده ربيع. حماده ربيع. هو لو مؤاخذة حضرتك بتكتب ايه؟ بكتب اللي بتقوله لي عشان ما انساهوش. خد دي تفكرك. والله فكرة. والله العظيم ما اعرف حاجه. انا كنت بجرب عربيه زبون وفجاه طلع لي من تحت الارض، ما عرفتش ابديه فخبطت. خبطت مين يا انا بتكلم على الواد؟ واد مين؟ الواد. والله والله ما كان قصدي، انا جيت اغزه سرحت. سرحت؟ غزت ابني؟ هو انت ابو فتحي خابور؟ فتحي خابور هي حصلت؟ يا ده انت يا ده الواد اللي خدته مني على طريق مطروح، وديته فين؟ والله العظيم ما اعرف حاجه عن اللي بتقوله. وربنا المعبود ما اعرف حاجه. ولا شكلك انت جايبها منين؟ عجباك مشكله؟ اه بس لو في منها رجالي انت هتخسر. اخلص. اقول لك دي مش بتاعتي، ده انا واخدها تخليص حق من الواد حمو. حمو؟ اه كان بيصلح الفيسبا بتاعته عندي وهو مفلس، فاداني بدل الحساب. هو عمل لك حاجه يا اخ؟ مش شغلك. الواد ده ساكن فين يا؟ ها؟ الواد ده ساكن فين يا؟ اقول لك شارع حسونه بالمدابغ، بيت نمره 8 فوق السطوح على طول. استنى يا حلو، قول بقى الكلام ده من الاول. قول حمو اللي خطف ابنك ساكن في شارع حسونه في المدابغ، عماره نمره 8 فوق السطوح. ايه وانتوا تطلعوا مين بقى ان شاء الله؟ برنامج همسه عتاب. اخلص. اقول عندك يلا هنا. مش فاكرني ولا ايه؟ ده احنا كنا مع بعض في درس البيانو. علي الحرام لو ما نطقت لدفنك هنا. ياض انت ياض قول انا ربطك هنا ليه؟ يا عم حرام عليك بقى، انت عايز تعرف انت ربطني هنا ليه؟ ما تستعبطش ياض وانت
طب بس قول لي انت عايزني اقول ايه وانا هقول على طول. انا رابطك هنا ليه؟ واضحه. اخلص يا ليله امي السودا. خلاص خلينا بقى قاعدين هنا للصبح. يا عم حرام عليك، انت بتعمل فيا كده ليه؟ حرام عليك. حمو اللي خطف ابنك ساكن في شارع حسونه في المدابر بيت 108 فوق السطوح على طول. انت حمو؟ حمو؟ ايوه انا حمو. حبيبي حمو. يا صلاح، انا لقيت عيل من اللي خاطفين حسن، ثبته في المسبغه القديمه اللي في المذبح. تعال حالا. عايزك واحده واحده بقى كده يا حلو تحكي لي اللي حصل، بس واحده واحده. اروح امك عشان شكلك يطلع حلو في الكاميرا. والله العظيم والله العظيم انا ما اعرف ابنك فين. بص انا فعلا كنت معاهم واحنا بنخطف الواد، بس بعد كده حصلت شويه مشاكل، رحت هربت منهم وما بكلمهمش اصلا. ولما عرفت ان انا هطلع من المولد بلا حمص، قلت اعمل اي مصلحه اي سبوب، قلت اتكلم من وراهم واطلب فديه، وكلمتك. بس ورحمه امي ورحمه امي ما اعرف ابنك فين. يعني انت بتساومني على الواد وهو مش معاك؟ الاقي فين الكلاب دول؟ والله العظيم ما اعرف فين والله. انت اعمل حاجة واحدة صح قبل ما تقابله، أبوس إيديك. انت ابني هيروح مني. 19 11 6. وشرف معاليك يا باشا، ما اعرف عنه أي حاجة. أنا حتى بقالي يومين لا اتصل بيا ولا شفته. ولا صلاح، ما تحورش عليا وما تورطش نفسك معاه. عربي متهم بجريمة قتل وهيتمسك. هيتمسك قتل؟ قتل ايه يا باشا؟ ده عربي غلبان. المرة اللي كانت مع القتيل اعترفت عليه وقالت على كل أوصافه، وإن عربي كمان كان بيطارده ويروح أمك. خلاص يا باشا، خلاص يا باشا، لو عربي حصل منه حاجة زي دي يبقى أنتوا من حقكم تعملوا اللي أنتوا عايزينه يا باشا. وبعدين عربي هيروح فين يا باشا؟ أكيد لو حصل منه حاجة زي دي يا باشا هيبقى ناسي وهيجي على البيت عادي، وأديكوا قاعدين مستنيينه. ولو حصل أي حاجة يا باشا هبلغ معاليك على طول يا باشا. عن إذنك بقى يا باشا، عشان أنا عندي سبوبة يعني شغل، عندي نمرة يا باشا. اتكل على الله، روح أمك. الله يرحمك يا أم. بس دي حاجة غريبة أوي يا عربي. إيه اللي يخلي الواد ده يكتب لك معلومة ممكن تساعدك مع إنك قتلته؟ قتلته؟ قتلته يا صلاح؟ أنت كمان اتجننت يا صلاح؟ قتلته يا صلاح؟ أهو خليك ورا اللي حمو قاله. اللي قتلوا حمو هما اللي خطفوا الواد. معناته إيه الأرقام ده يا صلاح؟ أنا مش فاهم حاجة. معناتها إيه الأرقام ده يا صلاح؟ إهدى يا أخويا. ها؟ إهدى يا أخويا بس وريح نفسك، مفيش حاجة بتيجي مرة واحدة يا أخويا. كل حاجة بتيجي واحدة واحدة. ما عقبال ما تيجي يبقى الواد راح مني. يا عم فال الله ولا فالك، حرام عليك يا اخي، ما تحصرناش على العيل. قوم يا عربي، قوم اتصرف لك في مطرح تريح فيه شويه عشان البوليس مراقب بيتك. يلا يلا يا عم، والصباح رباح. يلا اتكل انت على الله صلاح، انا هتصرف. اتكل انت على الله، مش عايز اعمل لك مشاكل. مشاكل؟ بتقول لي انا مشاكل يا عربي؟ عيب عليك يا اخي، ده احنا عشره وعيش وملح، ده انا في ديك برقبتي يا عربي. يلا قوم عشان تريح صلاح. اتكل والنبي يا صلاح، اتكل يا صلاح وسيبني في حالي يا اخي، سيبني في حالي. الو. ايوه يا عرب. مين معايا؟ اسمعني كويس يا عربي وركز في اللي هقوله لك. المره دي بفوره يا عربي، المبلغ اللي كنا طالبينه منك بقى الضعف، والمهله 3 ايام. يا تلحق حسن يا مش هتشوفه تاني يا عربي.
الو انا هتجنن ازاي بعد كل الحاجات اللي معانا دي ومش عارفين نوصل لحاجه. عربي ما تيجي تلعب معايا طاوله. ربنا يخليك يا حاج محمد. حاج محمد مين؟ انا عارف. بقول لك في رقم بيكلمه كتير 0235. 0235 دي فين؟ ده تقريبا رقم في المعادي. ودي تذاكر مترو كتير لسكنات المعادي. عربي يكون الرقم اللي كتبه لك ده عنوان في المعادي؟ راح فين يا فندين؟ طلع شقة ست. ست شوشو الرقاصة؟ الست شوشو الرقاصة الدور التالت قدام الاسانسير. الله يبارك لك يا حاج. نعم يا اخويا اؤمر. انا جايلك من طرف حمو. حمو مين يا لنت؟ انا معرفش حد اسمه حمو. تعرفوش ازاي بس؟ ده هو اللي اداني العنوان امبارح وهو بيموت. بيموت؟ بيموت. حمو اتقتل امبارح. اتقتل؟ انت هتجيب لي مصيبه؟ امشي من هنا دلوقتي حالا لحسن وديني وايماني هطلب لك البوليس. الست اللي قتل حمو هم اللي خطفوا ابني. ابوس ايدك. ساعديني عشان الاقيهم. يا سيدي يا رب تلاقي ابنك، بس انا ما اعرفش حاجه عن اللي انت بتقوله، انت اكيد غلطان في العنوان، ولو كنت اعرف حاجه كنت هقولك، وامشي بقى لحسن اذيك. حسن يوم اتخطف. والله العظيم ما اعرف حاجه عن الحكايه دي. الخاتم ده بتاعي. انت لسه هتكدبي؟ تعرفي حمو ولا لا؟ اعرف بس ما كنتش اقدر اقول. انا بعرف حمو من ورا جوزي لو عارف هيتبعني. والخاتم؟ حمو اداهولي هديه. ابوكي لابو حمو. ابني فين؟ قلت لك ما اعرفش حاجه عن حكايه ابنك دي. علي الحرام من ديني. لما نطقتي اللي خليك تحصلي حمو. ما اعرفش والنعمة ما اعرفش ما اعرفش. طبقي. حمو اختلف مع زمايله. حمو طلب فدي 500,000 جنيه وحسن مش معاه. اللي قتلوا حمو هما اللي معاهم حسن. ايه رايك بقى؟ رتبيهم انت بمعرفتك؟ واعملي لي جملة مفيدة. ده أكيد الواد شاهين صاحبه السوابق. حمو قال لي إنه اتخانق معاه عشان أكل عليه فلوس. ألاقي فين الواد ده؟ هقول لك. مش مهم تقولي. المهم تكوني بتعرفي تكتبي. اكتبي.
والله ما انتم متحركين. انا شكلي جيت في وقت مش مناسب. صرا أبلة، انت مين يا وجاي تعمل ايه؟ انت مش فاكرني ولا ايه؟ شكلك تقلت في الشرب وما بقتش شايف. بس عندك حق، انا لو سهران مع الجثه دي هشرب لحد ما تعمل. انا افتكرتك. تعبيت يا ولا ايه؟ خاف على نفسك. ولو مش خايف على نفسك خاف على تستك. ارجع، المركب عايمه في البنزين. انت عايز ايه بالظبط؟ هقول لك بس لما نبقى لوحدنا. سوري، جاز فاير ولا سويم؟ اخترت سويم. طب ما انا ممكن انط في المايه انا كمان. حقك، ولا حد يقدر يقول لك حاجه. اه بس المراكب بقى اللي اداني الفلوكه قال انك ما بتعرفش تعوم يا حلو. ده ابن كلب كداب. انا هديك فرصه لحد ما السيجاره دي تخلص. لو ما قلتليش فين الواد هقلبها لك ضهر. انا والله العظيم ما اعرف حاجه عنه، صدقني ما اعرفش حاجه عنه خالص. انا مصدقك. انت بتعمل ايه؟ انا والله العظيم ما اعرف، والله العظيم ما اعرف انت بتعمل ايه؟ عامل ايه انا دلوقتي؟ الله يخرب بيتك، طلع فين وسايبني؟ استنى استنى يا جماعه، انت سايبني لوحدي ليه؟ يا ابني فين يا شعيب؟ انت ابنك مش معايا، لا اللي على التله هو اللي مخبيه. مخبيه فين؟ مخبيه فين؟ انت لا لا والنبي والنبي انت يا ابن الناس اللي بقى تاني حموت حموت والنبي والنبي شكلك هتوحشني يا شعيب. خلاص خلاص خلاص، انا هنا، انا هحاول اعمل كل حاجه، هحاول اعمل كل حاجه. عاوني عاوني يا ناس، النبي ما تسيبني لوحدي يا عم انت. والله العظيم قلت لك على كل حاجه اعرفها، ما تسيبنيش لوحدي هنا والنبي. احنا ما نعرفش حاجه، احنا بناخد اوامر وبننفذها. من مين؟ ما اعرفش، احنا حتى ما شفناهوش. هو بيدينا التعليمات بالتليفون، بعت لنا 15000 جنيه وطلب مننا نخطف الواد، وادانا كل المعلومات اللي تلزمنا، وقال لنا بعد العمليه هيدينا 15 تانيين. يعني الواد سليم؟ الواد زي الفل، موجود مع العتال في مخزن 20. وحشتني يا بعض، وحشتني. انت كويس؟ Thank you.
الحمد لله على سلامتك يا عربي. حسن فين؟ بخير اطمن. وايه اللي حصل؟ الف حمد لله على سلامتك يا عربي. هو انت اخر حاجه فاكرها ايه؟ عملنا حادثه ونزلت انا والواد اتكلنا علقه حاجه كده. يا نهار اسود يا عم، ده في فيلم حصل بعد كده. عربي انا عارف ان انا غلطت في حقك كتير واتهمتك بخطف الواد، بس انا كنت خايف عليه وبصراحه ما كنتش مستأمنك قوي. انت عايز مني ايه؟ جر ناعم عشان اسيب لك الواد؟ لا بجر ناعم ولا حاجه، انا جاي عشان اصفي اي خلافات بيننا واديك مكافاه بسيطه على اللي انت عملته ده، شيك بمبلغ صغير. خلي فلوسك معاك يا خير بيه، لو عايز تكافئني بجد ابعد عننا وحسن. الحمد لله على سلامة البطل. ده عربي عامل ايه دلوقتي؟ انا الرائد لبيب اللي كنت بحقق في قضية خطف ابنك، وعرفك بقى لي فترة طويلة، بس طول الفترة دي الصراحة ما كنتش مصدق انك عيان وانك بتنسى. مش فاكرك، بس تمام يعني شكلك راجل محترم مش كذاب مع انك اتم. طيب نكمل كلامنا بعدين يا عربي على اذنك. خيري بيه معلش، عايزك تستنى معايا شويه صغيرين، عايز اتكلم معاك في موضوع كده. خير؟ كنت عايز اسالك بخصوص الظرف ده، شفته قبل كده؟ طبعا، ده ظرف من الشركه عندي. جبته منين ده؟ تمام، حلو قوي. الظرف ده خيري بيه اللي اتبعتت فيه الفلوس للعيال اللي خطفوا حسن ابن عربي حفيدك. الظرف ده كان فيه 15,000 جنيه زي ما اعترف شاهين، وده نفس الكلام اللي كان مكتوب على دراع عربي. تقصد ايه بالكلام ده؟ مش كده وبس يا خيري بيه، المفاجاه الاكبر انه احنا لقينا حسن في هانجر. الهانجر ده عباره عن مخزن قطع غيار سفن ومراكب. المخزن ده يا خيري بيه اتحرق بقاله فتره طويله قوي، ولما جينا اتحرينا عن صاحب المخزن طلع راجل ابن حلال اسمه خيري منصور. ده كلام فارغ ده. ده 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 ايه اللي بتقوله ده؟ برافو عليك يا عم خيري، برافو عليك، عرفت تدبر لعملية خطف واد من غير ما تحشر نفسك في أي تفصيلة معلم. عملت اتصالاتك مع العيال من بعيد لبعيد من غير ما تخليهم حتى يشوفوك عشان تبعد أي شبهة عنك ومحدش يبقى عارف عنك أي حاجة. بعت لهم عربون 15,000 جنيه عشان تثبت حسن نيتك، ووعدتهم ببقية الفلوس بعد التنفيذ. اديتهم كل التفاصيل اللي هيحتاجوها عشان ينفذوا العملية، وخليتهم يراقبوا عربي لحد ما جات لهم الفرصة وخطفوا منه الواد. وقدرت تقنعنا ان العصابة طلبت منك فدية 1,000,000 جنيه في التليفون، وعشان تبعد اي شك عنك لعبتها ان عربي هو اللي هيروح لهم. ومش بعيد كمان يا عم خيري، لما عربي راح يسلم الفلوس تكون انت اللي قابلته بنفسك. من غير كلام كتير يا عربي، فلوسي وحاخدها ودلوقتي حالا، والواد مش هسلمهولك. وانت طبعا مش هتبقى فاكر اي حاجه غير ان لا معاك فلوس ولا معاك الواد. انما ايه اللي حصل؟ ما تعرفش طبعا، كده الحكومه تبقى عارفه انك منصص مع العصابه وانك لاعب عليك كده. بقى عربي طلع في نظر الحكومه هو اللي مدبر اللعبه دي كلها، وكنت كام يوم وهترجع الواد تاني وفلوسك معاك. منتهى الذكاء يا عم خيري، منتهى الذكاء. لكن عشان غلطه الشاطر بألف سيادتك نسيت وبعت لهم الفلوس في ظرف من بتوع شركتك، ده غير انك كنت مخبي الواد في مخزن تبعك. يا ابن الكلب خيري بيه، انصحك من دلوقتي انك تبدا تدور على محامي شاطر. يلا يلا بقى عشان تتفضل من غير شوشره، عشان رجالتنا مستنينك بره. يلا يلا خيري بيه، خيري بيه الجميل. عربي اعذرني اذا كنت شكيت فيك في الاول، بس زي ما انت عارف انا ظابط مش دكتور. الموضوع كان صعب علي ان استوعبه، عشان كده بطلب منك تسامحني تاني على اي حاجه ضايقتك فيها. لو الاعتذار مقبول يا باشا، اما النسيان فاطمن انا مش فاكرك اساسا. انا يا دوب مجمع انت مين من الكلام اللي قلته مع خيري. بس انا ليا طلب يا باشا. أؤمر. انا مش عايز الواد يعرف اللي عمله كده. طمن عربي.
ندلع السلامة يا ابو علي. ورينا الهدية الاول. شوف الواد قطر الهدية من الصبح وانا اللي فاكره نايم. حاضر. امسك يا سيدي. صدقني يا حسن، ما عنديش اغلى من هديها لك يا ابني. الحاجات دي البوليس ايه؟ محرصي؟ في عيل يقول لابوه محرصي؟ انا مخلف هجام؟ عارف ليه البوليس محرصي الحاجات دي؟ ليه؟ عشان كنت انا بقى مكنفها في حته تانية ذكرى يعني. اقول لك على حاجه كمان؟ ايه كمان؟ انا دراعي ده كله مليان براشيم. اقطعهولك. وحشتنا يا حسن. انت كمان. يلا اتفرج بقى على عمك صلاح. ماشي. الشنطه دي على رجلك. غمازات يا غمازات، وجبنا غمازات، وجبنا بطه غمازات. هو انت في سنه كام؟ انا كي جي 2. وانت سنه كام؟ انا بقى في كي جي 3. ايه ده؟ انت بتضحك عليا؟ هو في حاجه اسمها كي جي 3؟ في حاجه اسمها كي جي 3، انت ما تعرفيهاش. فاكر الصوت ده؟ لو عايز كي جي 3 يا سيدي. انت فاكر حاجه اساسا يا حسن؟ بص عن صلاح قال صوت الراجل اللي موجود على الموبايل اللي انت بتتكلم في صندوق. ايه ده؟ هو التومات ميه بتعطس؟ ايوه طبعا بتعطس لما تاخد برد. هتلاقي ظرف في المكان اللي قلت لك عليه، فيه 15,000 جنيه وفي ورقه بالتعليمات. خد الفلوس ونفذ المكتوب بالظبط والباقي بعد التنفيذ. ايوه طبعا بتعطس لما تاخد برد، حتى بالاماره بتقول. هتلاقي ظرف في المكان اللي قلت لك عليه، فيه 15,000 لما بتعطس بتقول ايه؟ خد الفلوس ونفذ المكتوب بالظبط والباقي بعد التنفيذ. حتى بالاماره بتقول. كشري كشري. أنا كده نجحت وهدخل كي جي 5 وأنت تفضلي في كي جي 2. خلي حصل معاك لحد ما أرجع لك. ما تسيبوش خالص. في حاجة حصلت ولا إيه؟ عربي مشينا ولا ايه؟ لا عربي مسافر عنده سبوبه كده يعني في شغل. طب انا معايا الزقف ده من الحاج خيري كان بعته لحسن حفيده، ممكن توصله له مشكور؟ مال صلاح. عربية ولعت بقى انا والواد على الطريق. ما صدقت لقيت كافيتيريا بقت فيها للصبح انا والواد. لما عرفت ان انا هطلع بالبولين بلا حمص قلت اعمل اي مصلحه اي سبوبه، قلت اتكلم من وراهم واطلب فديه. نص مليون جنيه منين؟ طب معلش واحده واحده عليا بس عشان ما تقرش منك. خيري بيسمعني كويس، هتبعت لي مليون جنيه مع عربي في المكان اللي هقول لك عليه. منين واحد يتصل بيك ويطلب منك فديه نص مليون، وفي نفس الوقت واحد يكلمني يطلب مني مليون، وبعدين يطلب مني ان ادي الفلوس لعربي بالذات يوصلها؟ We'll be right back.
امتحانه؟ يا صلاح انا لقيت عائل من اللي خاطفين حسن وثبته في المسبغه القديمه اللي في المذبح. الواد حمو بيخونكم وهيبلغ عنكم ابو الواد. احنا ما نعرفش حاجه، احنا بناخد اوامر وبننفذها. من مين؟ ما اعرفش، احنا حتى ما شفناهوش. هو بيدينا التعليمات بالتليفون، احنا كنا مخبيينه عندنا فعلا، بس هو ادانا تعليمات في الالف مخبيينه على العتال في مخزن 20. وحشني قوي. وانت كمان. ايه رايك بقى في النمره بتاعت النهارده؟ ايه النمره؟ النمره بتاعت الاربوز. حلو قوي. يا راجل طيب. لا بجد يا صلاح انت هايل، دي دراسه ولا هوايه من وانت صغير؟ هي هوايه من ايام الدراسه. الدكتوره بتقول اللي بتعالجك. ممكن يا دكتوره تسلفيني عربيتك اروح مشوار انا وصلاح؟ اه طبعا يا عربي تحت امرك. هو كمان له فرحان كده ليه؟ اتفضل. يلا بينا يا صاحبي. يلا. انزل يا صلاح. خليك هنا يا حسن وما تنزلش من العربية. في عربي غيبنا هنا ليه؟ قول لي يا صلاح، انا عمري اذيتك في حاجه؟ لا عمرك قصدتني في حاجه ما وقفتش جنبك فيها؟ بالعكس، ده انت اجدع صاحب في الدنيا وانت اوسخ صاحب في الدنيا. صوتك اللي بتستخدمه في الفقرات هو نفس الصوت اللي لقيته متسجل على موبايل حمو. واضح ان حمو ما كانش عنده ثقه فيك يا صلاح، وهو نفس الصوت اللي قال لهم يعملوا العمليه وبعت لهم 15,000 جنيه عربون في ظرف خير منصور. ده اللي انت خدته ساعه ما بعت فلوس الواد. بس عارف انا اللي طلعت غبي. انا اللي هيجنني ازاي ما فكرتش ان انت الوحيد اللي كنت عارف مكاني ساعه ما حسن اتخطف، وان انت الوحيد برضه اللي كنت عارف ان رايح لحمه ساعه ما قتلته عشان تضمن ان ما وصلنيش لحاجه، وفي نفس الوقت تخلص من الصداع اللي عامله لك مع شاهين والعتال. لما لقيتني قربت اوصل طلبت من شاهين والعتال ينقلوا الواد مخزن من مخازن خير منصور، وبكده تبقى كملت. الواد عنده في المخزن والفلوس في ظرفه، وانت ما عليكش اي حاجه يا صلاح، وانت ما عليكش اي حاجه يا صلاح. كده كده يا ابن الجزمه. خلاص خلصت يا عربي. بص يا صاحبي، ابنك بقى بين ايديك في الحفظ والصون، وكان بيتعامل احسن معامله، وبقيت في نظره دلوقتي بطل الابطال يا عرب. تعال ننسى، تعال ننسى يا صاحبي ونفتح صفحه جديده. انسى ايه؟ انسى انك خطفت ابني؟ كنت بتفكر في ايه يا اخي؟ كنت بتفكر في ايه وانت شايفني كل يوم قلبي بيتحرق على الواد والمرض عمال ينهش في جسمي؟ ليه كده؟ ليه كده؟ ده انت كنت اخويا يا صلاح. كنت بفكر في الفلوس يا عرب، ما تكبرش الموضوع اكتر من كده يا عرب. فيها ايه يعني؟ فيها ايه يعني يا عربي لما اهبش هبشه من خير منصور وارميها في حضننا؟ مش على حساب انا وحسن. انا عملت كل ده عشان حسن يا عربي، عشان احنا الثلاثه. ده احنا طينه واحده يا عربي. احنا لو طينه واحده ما كنتش عملت فيا كده انا وابني. لكن وحياه ابني
اللي ما عنديش اي استعداد اخسره تاني يا صلاح. لا هوريك ايام اوسخ من اللي انت وريتها لي. اتكلم على قدك يا عربي. بص يا عربي يا صاحبي، مجرد ما الورقه دي تتقطع كده وتطير كل اللي في دماغك ده هيطير معاها وهتنسى، ولو غبت عنك دقيقه واحده هتنسانا يا عربي. انسى يا عربي انسى. عارف يا صلاح، الناس الغلابه اللي زينا ما عندهمش حاجه يدوها لعيالهم غير ان هم يدعوا لهم، وانا بقى كل ما ارفع ايدي في السماء هفتكرك، عشان كله مكتوب هنا، عشان كله مكتوب هنا، عشان كله مكتوب. انا بلغت البوليس، وانت وحظك بقى، يا البوليس يجي الاول يا القطر يجي الاول. عربي يا عربي كده غلط كده، انت موتت موته شريفه. عربي يا عربي انا لو ما متش من القطر هموت من الشمس كده يا عربي. بابا حسن، ايه اللي جابك هنا؟ يو هم جاي معاك انت يا راجل. يلا تعالى بقى، انت بقالك كتير تلم وحدي. ماشي ماشي. عربيت مين دي يا حسن؟ اوعى تكون سارقها. سارقها ايه؟ ده عربية الدكتورة البتول المتعجلة. دكتورة بتول؟ ماشي. هنروح فين دلوقتي بقى؟ نروح لعمك صلاح، واحنا لينا غيره؟ تعال نشوفه متلقح فين. ده يا احسن، وحشني ابن الجزمة.